السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة معانا قالب سيو بلس، هنتعلم ازاي نركبه وازاي نعدل عليه. ما تنسوش تخشوا على القناة وتشوفوا الفيديو ده لانه فيديو مهم جدا هيساعدكم في القبول في جوجل ادسنس. قبل ما تركب القالب الجديد لازم تاخد نسخة من القالب اللي انت مركبه حاليا عشان لو حبيت ترجع له. فانت تروح رايح المظهر وبعد كده تختار السهم اللي جنب تخصيص وبعد كده الاحتفاظ بنسخة احتياطية وتقول له تنزيل. خطوة مهمة بقى، انت لازم تركب قالب التنظيف على المدونة الخاصة بك قبل ما تركب قالب جديد. لما تيجي تركب اي قالب جديد اول حاجه انت بتاخد نسخه احتياطيه من القالب الموجود حاليا اللي انت مركبه حاليا عشان لو حبيت ترجع له، والخطوه الثانيه ان انت لازم تركب قالب التنظيف. وبعد ما تركب قالب التنظيف بتركب القالب الجديد. طيب هنركب قالب التنظيف بالخطوات اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. بنروح على المظهر، بنضغط على المظهر، بعد كده بنختار اي قالب من قوالب بلوجر الموجوده ديت اي قالب، وبتضغط عليه كده بيفتح زي ما انت شايف كده، بتقول له تطبيق. بعد ما يقول لك تم تطبيق مظهر جديد بنجاح، بعد كده يبقى انت كده ركبت القالب اللي انت شايفينه ده، تمام، اللي هو خاص ببلوجر. بعد كده بتحمل قالب التنظيف من الرابط في الوصف، وبعد كده تقول له كليك يمين اوبن ويز، وبعد كده تقول له نوت باد. بعد كده بتفتح قالب التنظيف كده وتقول له كنترول ايه وتقول له كوبي لقالب التنظيف. بعد كده بتروح للنموذج الخاص بيك، بتروح للمظهر وبعد كده السهم اللي جنب تخصيص، وبعد كده تقول له تعديل HTML، وبتقف في اي مكان في الكود الخاص بالقالب وتقول له كنترول ايه وبتقول له ديليت في الكبار، كليك يمين باست وتحط قالب التنظيف كده. انت ركبت قالب التنظيف، تقول له حفظ. بعد ما تقول له حفظ يقول لك تم التحديث بنجاح، كده انت ركبت قالب التنظيف على المدونة بتاعتك بنجاح. بتروح بقى على الرابط اللي في الوصف برضو الخاص بتحميل قالب سيو بلس. بعد ما تفتح رابط قالب سيو بلس هيجي لك بالشكل ده، هتروح ضغط على السهم اللي جنب سهم تنزيل دوت. بعد ما تضغط عليه هيبدأ في تنزيل القالب. كده تم تنزيل قالب سيو بلس بنجاح. بعد ما نزلته بتروح جاي نروح بس على الديسكتوب عشان نشوف مع بعض ازاي نركب قالب سيو بلس. بعد ما اخدنا القالب سيو بلس على الديسكتوب بنقول له كليك يمين بعد كده اكستراكت هير يعني او اكستراكت تو هنا، تمام. كده انت فكيت الضغط عن القالب. بعد كده بتختار النسخة اللي انت عايزها سواء العربي او الانجليزي. بعد ما تحدد النسخة اللي انت عايزها بتروح ضغط عليها فاتحها، وبعد كده بتقول له تقف في اي مكان في الكود وبتقول له كنترول ايه عشان تحدد كل المحتوى الخاص بكود النسخة العربية من قالب سيو بلس. بعد كده تقول له كليك يمين وتقول له كوبي، تمام، وتقفل النموذج دوت، تقفل النموذج ده وتروح للمدونة بتاعتك وتروح على المظهر، وبعد كده بتضغط على السهم اللي جنب تخصيص وتقول له تعديل HTML وتقول له تقف في اي مكان في القالب في النموذج، وبعد كده تقول له كنترول ايه ديليت عشان تزيل الكود ده، وبعد كده تقول له كليك يمين باست. يبقى انت كده ركبت قالب سيو بلس بنجاح، تم تركيب قالب سيو بلس بنجاح. ولو رحنا بقى نرجع بقى سهم رجوع بقى كده نقول له عرض المدونه، كده تم تركيب قالب سيو بلس بنجاح. كده ناقص ان احنا نعدل على القالب. بعد تركيب القالب محتاج ان انت تجهز شعار يكون حجم العرض بتاعه 250 وطول 70، تمام، ومحتاج ان انت تجهز روابط صفحات السوشيال ميديا الخاصة بيك. بنروح على التنسيق ونضغط عليه، بعد كده بنروح على الصفحات اضافة عنصر جديد، هنا نختار صفحة من نحن ونقول له حفظ. بعد كده اضافة عنصر جديد نختار صفحة اتصل بنا ونقول له حفظ. بعد كده نقول له إضافة عنصر جديد ونختار صفحة سياسة الخصوصية ونقول له حفظ. بعد كده نقول له حفظ. نسحب بالسهم كده شوية ونروح على مواقع التواصل الاجتماعي، نضغط على القلم اللي جنبها ونقول له إضافة عنصر جديد، ونكتب هنا اسم الموقع الإلكتروني تويتر بالإنجليزية تويتر، تمام. نروح على رابط صفحتنا على تويتر اللي احنا مجهزينه، كليك يمين كوبي نحدده كله نقول له كوبي، وننزل على عنوان ال URL الموقع الإلكتروني ونزيل ال HTTPS دي كلها، وبعد كده نقول له كليك يمين باست ونضيف رابط صفحتنا على تويتر ونقول له حفظ. بعد كده نضغط على إضافة عنصر جديد علشان نضيف صفحتنا على اليوتيوب أو قناتنا على اليوتيوب، رابط قناتنا على اليوتيوب، نكتب هنا يوتيوب، تمام، بالإنجليزية برضو يوتيوب، وننزل هنا نزيل HTTPS دي ونروح نجيب رابط قناتنا على اليوتيوب نحدده كله كده ونقول له كوبي، وبعد كده نروح على عنوان يو ار ال الموقع الالكتروني نقول له باست. كده حطينا عنوان يو ار ال لرابط قناتنا على اليوتيوب. بعد كده نقول له حفظ ونضغط على حفظ اللي في الاخر ديت.
بعد كده بنروح على علامة القلم ديت عشان نضيف اللوجو الخاص بينا. هننزل شوية كده ونقول له تحميل صورة من الكمبيوتر، وبعد كده نقول له بدلا من العنوان والوصف، نعلم على ديت اللي هي بدل من العنوان والوصف، وبنعلم على تحميل صورة من الكمبيوتر، وبعد كده بنقول له تشوز فايل، ونكون مجهزين اللوجو ونختاره ونقول له اوبن، ونستنى ثواني لحد ما يقول لي اكتمل التحميل. بعد كده بننزل على علامة الحفظ ديت ونروح ضاغطين عليها. تمام كده احنا ضفنا اللوجو وضفنا الصفحات وضفنا الصفحات السوشيال ميديا والصفحات الرئيسية من نحن واتصل بنا أستاذ الخصوصية. بعد كده نروح ضاغطين علامة الحفظ اللي تحت ديت علشان نشوف التغييرات اللي احنا عملنا. نستنى لحد ما تجيلنا رسالة تم حفظ التغييرات عرض مدونة إلكترونية. أول ما تجيلنا الرسالة ديت معناها إن احنا طبقنا التغييرات. نروح على الصفحة الرئيسية ونعمل لها ريلود عشان نشوف التغييرات اللي احنا عملناها. زي ما انتم شايفين تم إضافة صفحة من نحن واتصل بنا أستاذ الخصوصية، وتم إضافة الشعار، وتم إضافة رابط صفحتنا على تويتر ورابط قناتنا على اليوتيوب. لو ضغطنا على صفحة من نحن هتظهر زي ما انتم شايفين، لو ضغطنا على صفحة اتصل بنا هتظهر زي ما انتم شايفين، ولو ضغطنا على صفحة سياسة القصية هتظهر زي ما انتم شايفين. وادي الشعار ضغطنا عليها هتنجي لنا الصفحة الرئيسية، وادي صفحتنا على تويتر لو ضغطنا عليها هتظهر صفحتنا على تويتر، وقناتنا على اليوتيوب لو ضغطنا على رابط قناتنا على اليوتيوب هتظهر زي ما انتم شايفين. كده احنا محتاجين نضيف الصفحة الرئيسية والأقسام الخاصة بنا في المنطقة اللي جنب الشعار ديت. فاحنا نروح على المشاركات، وبعد كده نشوف هنا نضغط على المشاركة ديت ونشوف احنا التصنيفات اللي احنا عاملينها ايه. بالنسبة للتصنيف دوت هو تصنيف برمجة، كاتبينه هنا برمجة، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل هنا قسم باسم برمجة، فاحنا هنكتب الصفحة الرئيسية هنا وهنا برمجة. تمام هنروح على المشاركة اللي احنا عاملينها ونروح ضاغطين عليها كده. تمام بعد ما نضغط عليها هتفتح زي ما انتم شايفين كده، هنروح ضاغطين على علامة كلمة برمجة ديت رابط القسم بتاعنا، فاحنا نعلم عليه كله كده ونقول له كليك يمين قط عشان ناخد رابط القسم بتاعنا كله. بعد كده هنروح على التنسيق. بعد ما نروح على التنسيق هنروح نضغط نخش كده نسحب شوية كده ونروح على القائمة الرئيسية ديت، نضغط علامة القلم اللي جنبها، وبعد كده ننزل تحت شوية ونكتب هنا إضافة عنصر جديد واسم الموقع الإلكتروني، نكتب الصفحة نكتب هنا برمجة، اسم الموقع الإلكتروني نكتب برمجة، ونزيل هنا ال HTTPS ديت، وبعد كده كليك يمين باست كده حطينا رابط قسم البرمجة، هنقول له حفظ، بعد كده نقول له إضافة عنصر جديد وهنا نكتب الصفحة الرئيسية، وبعد كده نروح على المدونة بتاعتنا ونضغط على الشعار علشان نجيب الصفحة الرئيسية، رابط الصفحة الرئيسية علشان نحطه في المكان اللي احنا انشأناه دوت. بنحدد رابط الصفحة الرئيسية كله كده، وبعد كده نقول له كليك يمين كات وناخده كله ونروح على القائمة الرئيسية ونضغط على علامة القلم ونضغط على علامة ديت، وبعد كده نشيل عنوان URL الموقع الإلكتروني اللي هي ال HTTPS ديت نزلها كلها، وبعد كده نحط رابط الصفحة الرئيسية كليك يمين بسط. كده احنا ضفنا رابط الصفحة الرئيسية وضفنا قسم برمجة، نقول له حفظ، وبعد كده نرفع رابط الصفحة الرئيسية ديت على فوق كده علشان يبقى قبل القسم، بقى فانا اقول له حفظ ونعلم على علامة الحفظ اللي تحت ديت. بعد ما نخلص نعلم علامة الحفظ اللي تحت ديت علشان يبقى كده حفظنا كل التغييرات اللي احنا عملناها. بعد ما اقول لك تم الحفظ بتروح تعمل ريلود للصفحة الرئيسية علشان تشوف التغييرات اللي انت عملتها، وزي ما انتم شايفين تم اضافة رابط صفحة رئيسية ورابط قسم برمجة. لو ضغطنا على رابط قسم برمجة هيفتح زي ما انتم شايفين قسم برمجة والمقالات كلها الموجودة فيه، ولو ضغطنا على الصفحة الرئيسية تظهر الصفحة الرئيسية زي ما انتم شايفين. عايزين بقى نعدل على القائمة الجانبية ديت، فاحنا نروح على القائمة الجانبية في التنسيق، بعد كده نضغط على كلمة مواقع التواصل الاجتماعي ديت، نضغط على القلم دوت، وبعد كده نشيل كلمة مواقع التواصل الاجتماعي ونكتب تابعنا، وبعد كده ننزل شوية ونقول له إضافة عنصر جديد، وهنا اسم الموقع الإلكتروني نكتب تويتر، وعنوان URL الموقع الإلكتروني نزيل HTTPS ونحط عنوان صفحتنا على تويتر، وبعد كده نقول له حفظ. بعد كده بننزل على علامة الحفظ اللي تحت ديت ونروح ضاغطين عليها، لازم نضغط عليها علشان أي تغييرات في الصفحة في التنسيق تتحفظ. تمام بعد ما يجيلك تم حفظ تغييرات عرض المدونة الإلكترونية تروح تعمل إعادة تحميل للصفحة الرئيسية بتاعتك، هتبص تلاقي رابط صفحتك على تويتر تم إضافته زي ما شايفين اتفتح الرابط معانا اهو. تمام ديت تابعنا على ظهرت تويتر هنا، لو ما تضيف يوتيوب هيظهر جنبها بالظبط هنا. تمام لو رحنا هنا قلنا تابعنا على ونيجي هنا نضيف هنا يوتيوب مكان الكلام ده يوتيوب رابط اهوت،
تمام، ونروح نشيل ال HTTPS ديت ونحط المكان عنوان URL الموقع الإلكتروني، رابط قناتنا على اليوتيوب، ونقول له حفظ، تم إضافة تويتر، تم إضافة يوتيوب، ونقول له حفظ، ونستنى لحد ما يتم تحديث الأداة. كده احنا ضفنا في القائمة الجانبية صفحة تويتر ورابط قناتنا على اليوتيوب. نقدر نضيف برضو صفحتنا على الفيسبوك بنفس الطريقة. عايزين نضيف هنا في الجنب ايه تاني؟ نموذج الاتصال والمشاركات الشائعة. بس احنا هنيجي هنا على التنسيق تاني، وبعد كده نحرك شمال كده شوية وننزل لحد كلمة القائمة الجانبية ونضغط على إضافة أداة. بعد كده ننزل لحد من استمارة التواصل، نضغط على كلمة استمارة التواصل ديت ونستنى. أقول لك نموذج الاتصال، أقول له حفظ، تمام. بعد كده نقول له إضافة أداة تاني ونقول له المشاركات الشائعة، المشاركات الرائجة، نضغط عليها ونقول له حفظ. بعد كده نرفع بقى ايه، ننزل دي تحت ونرفع وننزل برضو المشاركات الشائعة بعد تابعنا على، يبقى تابعنا على المشاركات الرائجة نموذج الاتصال. ويبقى كده يبقى الناقص بس ان احنا نعدل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحت ديت بنفس الطريقة اللي احنا عدلنا بيها مواقع التواصل الاجتماعي في القائمة في القائمة العلوية، تمام، وفي القائمة الجانبية بنفس الطريقة هتعدل على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في الفوتر. كده احنا خلصنا التعديلات على القالب، نضغط على علامة الحفظ ديت، وبكده خلصنا كل التعديلات على القالب. هنروح عاملين عملية إعادة تحميل للصفحة الرئيسية. زي ما انتم شايفين تم إضافة شعار، وتم إضافة الصفحات المهمة، وتم إضافة صفحتنا على تويتر واليوتيوب والصفحة الرئيسية وأول قسم اللي هو قسم البرمجة. ونقدر نضيف أقسام تانية هنا، وهنا تابعنا على، وهنا صفحتنا على تويتر واليوتيوب، وممكن نضيف صفحتنا على الفيس، وهنا المشاركات الشائعة ونموذج الاتصال زي ما انتم شايفين. وكده تم تركيب القالب وعمل التغييرات المطلوبة. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك علشان يوصلكم الجديد وحصريات القناة. شكرا، وما تنسوش تشوفوا قوائم التشغيل الموجودة على القناة. في قوائم تشغيل مهمة جدا زي قائمة تشغيل قوالب بلوجر، هتلاقي قوالب بلوجر اللي انت عايزها، اي قالب لو انت ما عجبكش القالب ده هتلاقي قوالب تانية موجودة في قائمة تشغيل قوالب بلوجر. وعندك قائمة تشغيل جوجل ادسنس مقدم فيها اهم نصائح للقبول في جوجل ادسنس، قائمة تشغيل مهمة جدا برضو. وقائمة تشغيل مقال احترافي هتلاقي فيها شروحات لازاي تبني مقال احترافي متوافق مع السيو والتصدر نتائج البحث. وما تنساش تشوف قائمة تشغيل شروحات بلوجر لو انت عايز تعرف ازاي تنشئ مدونة وازاي تركب قالب وتعدل على وتعمل الاعدادات الصحيحة للمدونة بتاعتك. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك جديد.